بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم استاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو 59 والاخير من سلسله شرح برنامج المايكروسوفت وورد. وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم كيفيه فهرسه الملف الكترونيا. من اعداد استاذ ياسر محمد نجيب. دلوقتي حاليا عندنا ملف عايزين نعمله فهرسه. طبعا احنا عدينا على اسماء الفصول اللي موجوده في الملف بتاعنا وحطينا عليها بوك مارك. انا هجيله في الاخر وهحط جدول وهبدا اني استخدم خاصيه الكروس ريفرنس او الاسناد الترافقي علشان اعمل فهرسه الكترونيه، بدل ما ارجع في الملف واشوف انه صفحه اللي كان موجود فيها الفصل الاول وانه صفحه اللي كان موجود فيها الفصل الثاني، او اعيد كتابه اسماء الفصول. هاجي انا دلوقتي على الريفرنس، ومن كروس ريفرنس هقول له انا عايز بوك مارك. انا دلوقتي هنا هدرج له الفصل الاول وهقول له انا عايز التكست بتاعه. بعد كده هدغيله على الصفحه وهقول له دخل لي البيج نمبر بتاعت البوك مارك ده. هكرر نفس الخطوه فهقول له هنا اعمل لي البيج نمبر بتاعت الفصل الثاني، واعمل لي النيم بتاع الفصل الثاني. بعد كده هاجي على الفصل الثالث وهقول له ادرج الاسم بتاع الفصل. الفصل الرابع نفس الكلام. الفصل الخامس هدرج برضو الاسم بتاعه، وبرضو الكلام ده في الفصل السادس والفصل السابع والثامن. بعد كده هبدأ في ادراج ارقام الصفحات بتاعته. دلوقتي اصبح عندنا الفهرس بتاعنا جاهز بشكل الكتروني. لو انا عملت الت اف 9 هتلاحظوا بان الاكواد الخاصه بالاسناد الترافقي ظهرت. هعمل الت 9 تاني علشان اخفيها. بمجرد ما انتهينا ما تنساش دايما باننا نحفظ الملف. بكده نكون انتهينا بحمد الله بشرح سلسله برنامج مايكروسوفت وورد. بنشكر حضراتكم ونتمنى للجميع كل التوفيق، ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناه.